مفيش حاجة اسمها طايفة، دي كلمة خلاص بقت هايفة، قالتها الناس ومش خايفة يحصل ايه. رسولي او بلابيسي خليته اهل الفريسي، ده انا نفسي اشوف حتى الاخوة يروحوا الدير. الكاثوليكي والشباب الارثوذكسي، قوم يلا اعمل قداس وانا اجي معايا ملاجي واجي فينا وفادي وماجي وفريق التسبحي نادي والجامعه كلنا. كلمني على المحبه واحنا ويا بعض نبقى، واحنا ويا بعض نبقى.